ومن جهته وضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن قرارات الوزارة فيما يتعلق بإعادة فتح المساجد أمام المصلين مبنية على إرشادات المختصين في وزارة الصحة. وزارة الشؤون الإسلامية تطبق جميع الاحترازات التي توجهها وزارة الصحة، يعني نحن ووزارة الصحة مكملين بعض. تعرفون أن الأمور الصحية لها رجالها، ونحن نستقي كل ما نتخذه ونقوم به من أهل الاختصاص. كما وضح آل الشيخ دور مراقبي الوزارة المنتدبين للمساجد المتمثل في ضمان توفر كافة المستلزمات والتسهيلات للمصلين. المراقب يأتي سلمك الله يبلغنا عن مثلا هل الناس منتظمين، هل المسجد منتظم، هل هناك نواقص في المساجد، هل هناك معقمات أو لا، في التقصير أو غير تقصير ونحو ذلك. المراقب يأتي يطمننا، بس ليس المراقب من باب عين النقد أو كذا، ليطمننا إذا كان هناك نقص أو شيء يتم إن شاء الله معالجته. كما وتطرق آل الشيخ إلى الحالات التي قد تخالف الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن مراعاة الإرشادات يضمن صحة وسلامة الأفراد في المرتبة الأولى. العقوبة من الله سبحانه وتعالى أشد وأعظم، أن يأتي ولي الأمر بأطفاله لمكان خطير قد ينتقل إليهم المرض فالله بيسأله عنهم، هذا واحد. اثنين، من هو أقل من 15 سنة أتوقع أن الإمام والمؤذن قد ينبهونه أمام الناس ويحذرونه أمام الناس، وإذا لم يلتزم وكرر هذا يبلغ الجهات المسؤولة ويتعاملون معه وفق أنظمة حقوق الإنسان، لأن الذي أسترعاه الله على الأطفال لتربيتهم والمحافظة عليهم والحرص عليهم ويأتي بهم في هذه الأماكن، هذا أشك في محبته لهم وأشك في يعني حرصه عليهم. أما فيما يتعلق بالخطب، أشار آل الشيخ إلى دور الأئمة في اختيار مواضيعها، كما تطرق إلى حالات توحيد الخطب. الخطيب يختار ما يشاء ويتطرق إلى ما يشاء، لكن هناك بعض الأحيان يكون هناك موضوع معين نرى أهميته ونرى أن جميع المتلقين والمصلين ينبغي أن يستفيدون منه، فنبلغ الإمام نقول مثلا حبذا لو تخطبوه في الموضوع الفلاني، والإمام هو الذي يعد الخطبة وفيهم بركة والله الحمد.